طيب رجعنا لحضراتكم مرة أخرى، هنتكلم عن الأداء الرائع الحقيقة لمنتخبنا الوطني. أخد يعني رأي حضراتكم، وزي ما دايما متعودين احنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم يعني حلقة نقاش، أنا مش مذيع، احنا بنتكلم مع بعض كلنا. أبدأ بكابتن حشيش. يعني أنت صحيت لما قلت فوز منتخب مصر، هو الحقيقة فوز أو مكسب في حاجات كثيرة بغض النظر عن نتيجة التعادل يعني، إنما هو فعلا مكسب، ومكسب في حاجات كثيرة جدا جدا يعني. اولا استعاده الروح، استعاده الثقه في اللعيبه والجهاز الفني بالنسبه للجماهير، اداء رجولي في مباراه انا مش معتبرها وديه، هي مباراه اشبه بالرسمي يعني. اللي بيتفرج على المباراه ما يعرفش المباراه دي في ايه، هيقول دي مباراه رسميه في امم افريقيا، يا في تصفيات. الحماس والقوه والجهد واللعب لغايه الدقيقه 100 الحقيقه لا يعني اداء رائع بالنسبه لمنتخب مصر. كمان يعني انك تلعب مده طويله جدا صحيح وانت ناقص واحد في مباراه كبيره مع خصم كبير مصنف افريقيا مليان محترفين، الاداء كمان يعني ما تحسش وانت قاعد، ودي اهم حاجه، انك ما تحسش في اي لحظه من المباراه بعد الطرد انك ناقص. صحيح انت بتلعب وبتلعب مجموعه واحده، وبصراحه يعني لازم نشيد كمان بفيتوريا في التشكيل من البدايه، غير التشكيل عن مباراه زامبيا، لعب بطريقه تناسب المباراه. يمكن يعني منتخب مصر دخل المباراه في الاول يعني متاخر شويه، انما بعد كده ابتدى يبادل بقى طبعا الجزائر الهجمات، وكنا اخطر الحقيقه منهم في الهجمات المؤثره على المرمى. احنا تخيلنا بقى بعد الطرد هيحصل انكماش، هيحصل الدنيا هتبقى لا، انما تحس انك بتهاجم. صحيح. وبعدين لاخر لحظه انت بتهاجم كمان يا اسلام، وانت ناقص حتى صعب قوي وانت ناقص وفي اخر المباراه انك تهاجم كمان بالطرفين يعني. طيب استاذ عصام يعني